الانكل جوينت عبارة عن جزء علوي وجزء سفلي. العلوي عبارة عن التيبيا والفيبيولا، والجزء السفلي عبارة عن التيل سبون. النيرف سبلاي عن طريق الانتيريو والبوستيريو تيبيال نيرف. البلود سبلاي عن طريق مجموعة من الارتري تسوي انستموزس حول الانكل جوينت. الليجمنت في الميديال سايد في الدلتويد ليجمنت، شكله مثلث. الابكس حقته تكون على الميديال ماليولس، البيس تكون على السبرينج ليجمنت والنيفيكولار بون. اللاترال سايد في ثلاثة ليجمنت، في الانتيريو تيلو فيبيولر ليجمنت اللي هو هذا، في البوستيريو تيلو فيبيولر ليجمنت اللي هو هذا، وفي الكالكينيو فيبيولر ليجمنت. الحركات في الانكل جوينت في حركتين، دورسي فليكشن اللي هو يروح على فوق، وهذا عن طريق الاكستنسور ماسلز اوف ذا ليج. والحركه الثانيه هي بلانتر فليكشن، يكون على تحت، هذه عن طريق الفليكسور والبرونيال ماسل اوف ذا ليج.